يا دي النيله يا نوال، يا دي النيله، ما قلت لك 100 مره بلاش تجيلي العربيه، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش امان. الله، خرجت ولا تهببت؟ ماليش فيه. وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لجيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه يا نوال. نفسي بتهفني على الكبده، فبجيبك. كبده ايه؟ كبده ايه اللي نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه، وسلومه جوزك مش هبه لنوال، ومحله على اخر النصر. مالكش دعوة بجوزي يا أخويا، قول إنك خايف من السنيورة القصيرة بتاعتك، ما أنت مضروبة على عينك وبتحبها رد السجون، أنا عارفة عاجباك في إيه دي؟ فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال. أيوة نوال. مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عاملة حسابي. لا شوفي لي أي حاجة معاكي. طب خد يا هيما ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش، ويلا بقى اخلعي يا نوال، مالكيش حجه، واحده جوزها جزار واقفه على عربيه كبده مستورده ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوه. على القهوه؟ يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات مش هخلعها، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزات ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمه، عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صورة واحدة للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزة ناس بتصغر والجمجمة مركبة باروكة شكلها حلو، مركب بتغرق، بص من الاخر عايزة الولية من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتلة وكوافير ومانيكير وقفاية. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروتة النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجة، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي عامل له حاجة بسم الله ما شاء الله، مقبرة. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، هتحطيها في نن عينك من جوه وما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحل. قمري وحلتي يا خال، انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شعر روستاه، ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحة قوي يا خال. ها هسيبكم عافية بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش، روح غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش. يا سعد ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني. روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجة لي.
عمري. اقعدي انا 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 بيبي. انا بعشقك حبيبي، انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ انت ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه دلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا لا لا، دلع البنوته بس. انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الوراق اللي انت بتعمله ده حبيبي؟ بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياه القديمه دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعه ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغايه ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركه ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناه فضائيه. نعم، قناه فضائيه؟ اذا كنت انا في الشركه عندي مشاكل متلتله ومش عارفه احلها تقولي نفتح قناه فضائيه؟ بعدين انت عارف كويس قوي ان انا معيش سيوله. يا حبيبتي السيوله هتتوفر، احنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركه وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الاراضي بتاعتكم اللي موجوده في شرم والغردقه، وانا كمان هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدا بدايه قويه ونفتح اكبر قناه في الشرق الاوسط. يعني نظريا الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها، مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. فيها خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي. يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيكي ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وسعد ابني. وحشوني. يا الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي، ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك عليا حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك؟ مش قوي كده على فكره يا نادر. ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟
عشان برضو ما خليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره، اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعه الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه. يا هايدي بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه، انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلق، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه، ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص، نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منها. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده يا تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يا هانم. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت في برامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. ان شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هانم. ميرسي، اهلا بيك. يلا
ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في إيه خير؟ أنا بحبك أوي حبيبي. حبيبي مش وقته. مساء الخير، أهلاً وسهلاً بيكم في المؤتمر الصحفي لإطلاق قناة هايدي تي في. ودلوقتي رحبوا معايا بمدام هايدي أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، وبمستر مروان أبو عرب مدير القناة. تفضل. مساء الخير. اولا احب ارحب بيكم وبتشريفكم وبحضوركم بخصوص المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق قناه هاي دي تي في. واحب اقول ان القناه بتاعتنا هتكون نقله كبيره ونوعيه ما بين كل القنوات الفضائيه. هنحاول ونجتهد ان احنا نقدم اعلام مختلف على مستوى الشكل والمضمون، اعلام حقيقي صادق قريب من الناس. واحب اقول لكم واعبر عن سعادتي بشيء شخصي، وهو ان اليوم ده من اسعد ايام حياتي، مش بس عشان افتتاح القناة ولا حضوركم وتشريفكم لينا، ولكن عشان زي النهاردة اتولدت أجمل وأغلى وأرق مخلوقة في الدنيا. اتولدت مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي هايدي. وأحب أقول لها قدامكم كلكم كل سنة وانت طيبة يا أغلى ما في حياتي. يا حبيبي يا مروان، صباح الخير يا حياتي. انتي طالب. واخدة تلات حقن يا هايدي، وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكوا كان حلو وزيادة في الحفلة مش أكتر، فهو أكيد في حاجة غلط. نو واي، أنا متأكدة إن هو أكيد يا إما بيهزر معاكي هزار بايخ أو عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادرة أفهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكايه دي. اوكي روح بابي. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطحه يا اخت كوريا. دروسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمن تنادي وفي الاخر هي تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعد لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه،
ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده هم بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيح يعني. هم شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسره وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل لقاصه؟ اشتغل لقاصه يا عم الشيخ؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا. اهزي يعني يا ابو ليه؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا. اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي؟ من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ تعوز تتعلم عليا؟ بقى انا راجل كسار مال وهدومي، وفي الاخر احب على راسها جاك يكسر راسها واللي شددولك كمان. ايه ده؟ هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في آلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرده لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا العينة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا كوريا؟ انا جاي من البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم تسلم يا باشا تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى. بص اهي مفيش وليه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي معلش. اوعى بنت شيماء انت هتطفشلنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي اصلها لسه جديد، انا اغسلهولك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحيه عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكه المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه، عايزاها تخرج من هنا نظرها 6 على 6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي
ان شعرك شكله مهرم المكوى، لو كوناه هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعمله لك بلا بابي، انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو روحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ ها وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان، مروان هرب، هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، وحولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدا ياخد اجراءات علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي، بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، انا مش هقعد هنا ولا لحظه. خرجني بقول لك من هنا، عايز اهرب من هنا. حاضر حاضر يروح حالك. ما تنزح يا اختي، انت عماله تترقصينا كده. الاقي تنزح من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد. يا تكون قرف جاتك انت 60 قرف يا مسمت بري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله، خلاص هتموتي على ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوزه امسح السلم من الوساخ ليكي؟ شوفي حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين، الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيلة خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الوطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص، لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر، أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل، احذف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احذف لي صباع وانا اطير. وانا اطير وانا اطير وانا اطير وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي، حرام عليك يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي؟ حرام ايه يا خالتي بس؟ حرام عليكي، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه، احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها، الله يكرم اصلك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور؟ انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتيلي البيل بره ده. هاني
عمرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا، مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزاه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هيما يا هيما، ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا هيما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين غيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلغى يا لهوي. في ايه يا خلاص؟ في انا خطيبك انت هبله؟ هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكة تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك العجيب؟ خلاص خلاص يا ابنة. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر؟ يا لهوي انت يا لسه رب. فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولي كنا بخالتي. حلاوة. يا بنتي يا بنتي صوت الدرع يا رب يا بنتي. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي، الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش
وانا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا مالها؟ انا البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. بص يا انصار، خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حناديل. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله، وانت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي، ده الحل الوحيد. زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد ناس اتجرت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. ست كبيره زيها لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه، والاجر والثواب عند الله يا ولاد الحلال. ست زيها بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده هنلاقي ده بس اللي حط على دماغي يا رب. تلاقيش يا كوريا؟ يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه؟ هنلاقيها يعني. هي بتعرف جوه المنطقه؟ ما تعرف والله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. يوه، وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك. مش عارفة تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبرديه. هتحط رقم التليفون على الاوتوبيس؟ اللي سمعته ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك، اتهمليها قد ايه بنت الناس؟ بقول لك ايه خيه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه، وفين اللي مكفين؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتالي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بنتي كوريا، عيب استهدي. خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم برضك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها، ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذئاب الجبل. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي فرقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. انت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا. غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه.
شوف شوف خلاص خد يا حبيبي. على صلي على النبي، على صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره، مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك. ها وجمدي انت قدها. ها ماشي باي باي يا بابا. باي يا روحي باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي. كلميني. حاضر يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنتوري موقفها ايه؟ تمام تمام انا اسف يا مدام في قرار هناك بالسفر.